واش الخوت صافي عليكم، مرحبا بكم في الفلوغ ديالنا. اليوم عندنا شوتين شين بورتري مع صاحبنا حميد، ان شاء الله غيكون شي حاجه زوينه ونتمنى يعجبكم. ها هو حميد جاق، هذا هو المود ديالنا اليوم، نضربوا لي التصويره. صافا الخوت، دابا وصلنا احنا دابا في كاسكاد، دونك هنايا غناخذوا دي شوت بورتري اللي غيكون المود ديالنا هو حميد، غيكون موعد هو كيعاوننا ونقدر ناخذوا لي التصويرات. لا حيد حيد اني للفيديو. هالماتريال ديالنا جبنا معنا سوفت بوكس ريفليكتور، عندنا هنا جوج فلاشات وكاميرا، عندنا دودة القز. هاهي هاهي اي فوالا، يلا تبعوا معنا كيفاش غيدوزوا الاجواء. انت حميد غتجي توقف ما بين الشجرات، وقف فوالا، دير هاد البوز صافي، تكون بحال هكا معايا. وهذا تجي شد لينا فيديو. دونك هاد الشوت ما غنستعملش فيها فلاش، غناخذ الريفليكتور باش نهرس دوك الشادوز اللي كاينين في وجهو. شوفوا معنا كنلقاو هنا، قرب كتلقى هنا عنده الشادوز، وهنا كاين عنده هاد الكوتي فيه الهايلايتس. دونك خاصنا حنا نردو نفس اللايت اللي كاينه هنا هي اللي كاينه هنا. فوالا، دونك اش غنستعمل؟ غناخذ الريفليكتور بارتي سيلفر وغنديرو هنا. شوف الايفيكت اللي كيعطي الريفليكتور. ها شي دونك هو اللي غيهرس لينا الشادوز. يلاه بقاو معايا. دونك لي زامي، بان لينا داك البومبر كاع راه هو غادي نخرجوا منه شي حاجه زوينه، حنا غادي ليه ونوريكم شنو غنديروا. ياك حميد؟ يس. لقينا هذا البلون كيبان لك شويه ديفيسيل باش تطلع منه شي شوت زوينه، ولكن حميد ما كنخافوش عليه. حميد راه نضغط معاك السيد ريفليكتور يشد لينا الريفليكتور. يلا نكملوا ديالنا، غنشدوها من هنا. ها السي حميد موعد ريفليكتور، حتى شويه ظلام الحال وغنجبدوا لي فلاش ونشوفوا دابا شوت كيفاش تجي. كتكونوا داخلين الانستغرام اكتيفيتي فوتوغراف، كيلقى انه ملي كتكون الشمس باش يهرسوا الشمس كيستعملوا فلاش كود هوكس ولا شي حاجه. دونك اول حاجه باش تستعمل داك فلاش غالي في الثمن ديالو، يعني وغيعطيك نفس الايفيكت اللي غادي تقريبا غيعطيني نفس الايفيكت اللي غيعطي الريفليكتور. الريفليكتور مثلا راه كيساوي الله 1% من الثمن ديال داك الفلاش. دونك من الاحسن تاخذوا ريفليكتور ضروري يكون عندك في الساك، هاد ريفليكتور غيعاونك بزاف سيرتو فهاد الاجواء، وخاص ضروري يكون شي واحد بحال هذا يهز ليكم ريفليكتور حيت ما تقدرش تبقى هزو جي معاك هاد الهزو. لوكا حيد ريفليكتور حميد، حيدو فهاد لوكا. كتشوفوا معنا ان الشمس راه هي موراه مباشرة، غيبان كله مظلم بحال هكا، كتلقى الضوء انه كامل جاي من هنا. دونك دير ريفليكتور دابا شوف واش غيوقع. دونك اين فوا كنستعملو ريفليكتور، شوفوا الاضاءة كي ولات هنا. طبيعة الحال ان كاميرا قلت لي هذه قلت، طبيعة الحال ان كاميرا كتستقبل الضوء كثار من التليفون، دونك غيبان ليفيكت كبير. نشوفوا الشوت كيفاش غتجي ونوري لكم.
اللي دايرين فلاش هو راه ريفليكتور كنستعمل الشمس ماقدرتش نستعمل فلاش. سالينا الشوتين في الغابة دابا حنا مديبلاصين دابا شي بلاصة أخرى على ما طاح الليل فريمون تسنينا نهار يدوز ولكن كيبان داك الشيء اللي في شوية. جا عندنا العساس قال لنا هاد البلاصة فيها الشفرة صافي قلنا من الأحسن ديبلاصة ونمشيو شي بلاصة أخرى يلاه بيس. دونك الخوت أنا دابا في زناتها غناخدو واحد الشوت